تعالوا نسمع كده أجزاء تانية من كلام السيسي النهاردة برضو، لأنه قال الحقيقة كلام كتير مهم. تعالوا نشوف قال إيه. ما نشهده اليوم ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب العظيم وإظهارا لقدرته في تحويل المحن إلى منح. طب بعدين إحنا هنقعد بقى بقول لكم إيه، إحنا هنقعد نحب بعض بقى. شكرا جزيلا. وإظهارا لقدرته في تحويل المحن إلى منح والأزمة إلى نجاح وإنجاز. الحقيقة عايز أقول لكم إن حاولوا قوي في الشهور اللي فاتت إن هم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، لكن عايز أقول لكم إن النهاردة اللي انتوا شفتوه ده هو رد طبيعي، رد طبيعي وقدرة حقيقية لينا كلنا على إن احنا نتحرك للأمام. مفيش مشكلة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بيكم مفيش مشكلة، بيكم بالله سبحانه وتعالى طبعا وبيكم مفيش مشكلة. شوفوا يا جماعة، الراجل ده لازم محتاج يروح يكشف على قدراته العقلية. الحالة دي في صنف الشخصية، يعني الراجل ده مش عايش في مصر. الراجل ده إما أنه هو عايش مع عالم تاني، يعني إما أنه هم عازلين عبد الفتاح السيسي في مكان لوحده ما يعرفش الشارع المصري فيه إيه، وإما أنه عنده حالة انفصال عن الواقع، انفصام في الشخصية. لا مش لا، الناس ما عندهاش مشكلة. الراجل بيقولك احنا ما عندناش مشكلة بيكو، ما عندناش مشكلة بيكو. إيه يا عمي، الناس هتموت نفسها، الناس مش معاها، الناس مش لاقية. وبعدين إيه، تعالوا نحب بعض. لا ده احنا كده نقعد نحب بعض بقى يا جماعة. لا ما يعني المنحة تتقلب، المحنة تتقلب منحة، وبعدين تعالوا نحب بعض. في حاجة في قدرات هذا الرجل العقلية مش متزنة، مش طبيعية، مش منطقية. والنقطة التانية، الناس اللي بقالهم كام شهر بيحاولوا يقلقوا المصريين على حياتهم، لا يا شيخ، لا والله. طيب أنا هعتبر أنك بتتكلم علينا، خلاص هعتبر أن أنت بتتكلم على القنوات، بتتكلم على الإعلاميين، بتتكلم على النشطاء اللي بره، على أي حد. أوكي طيب، يا شعب مصر العظيم، هل إعلامي أو صحفي بيكتب على تويتر أو بيطلع في برنامج يقول لك التقارير الأجنبية بتقول كذا والأسعار بتقول كذا والتصريحات الرسمية بتقول كذا، هو ده اللي بيقلقك على حياتك؟ ولا الإنسان اللي بيخليك نايم الساعة 2 بالليل وبيغلي عليك البنزين قبل رمضان بأسبوعين؟ ولا الإنسان اللي هيعوم العملة؟ ولا الإنسان اللي بيغرق البلد في الديون؟ ولا الإنسان اللي مش عارف يسيطر لا على أعلاف ولا على دولار ولا على جنيه ولا على أي حاجة وكل الأسعار بتزيد؟ مين اللي بيقلقك على حياتك؟ يا سيادة المشير، أنت المفروض قضيت على الإرهاب وقضيت على الإخوان وقضيت على المعارضة وقضيت على الإعلام وتصالحت مع تركيا وتصالحت مع قطر وعملت كل اللي نفسك فيه. أنت إيه ناقصك عشان تنجح؟ ولا حاجة. ناقصك إنك تبقى بني آدم بتفهم، ناقصك إنك تبقى بني آدم بتعرف تدير، ناقصك إنك تبقى بني آدم وطني مش خاين، إنك تشتغل عشان مصلحة المصريين مش ضدهم. ده اللي ناقصك الحقيقة، وإنت عمرك ما هتبقى كده، لأن أنت تكوينك أصلا إنك ضد الشعب المصري، تكوينك إنك ضد مصلحة المصريين. اللي في استاد القاهرة النهاردة دول مش الشعب المصري، دول مش الشعب المصري. ما كانوش هم اللي واقفين في الفيديو كونفرنس بتاعك وانت بتفتتح مش عارف مين والناس اللي في أسوان، ما همش دول. أنا حضرت لقطة لواحد في رفح بيقولك أنا في جمعية مصر الخير وأنا عندنا متطوعين من رفح والشيخ زويد. طب والشباب بتوع العريش ورفح والشيخ زويد اللي مسكوا في المسؤولين بتوعك من أسبوع وقالوا له انه يعني انت جاي تطلعنا من بيوتنا ليه؟ الناس اللي في المنطقه بتاعت الجميل بين بورسعيد ودمياط اللي هتطردهم من بيوتهم، الناس اللي في الوراق. شعب مصر ما كانش في استاد القاهره النهارده يا سياده الرئيس. الكلام ده مش حقيقي. لو انت متخيل ده فانا بقول لك انت لازم تتعالج، روح اتعالج يا عبد الفتاح. انت عندك انفصام في الشخصيه. انكار الواقع، انكار الفشل، انكار الخيانه، انكار المستنقع اللي انت مغرق فيه المصريين ده اصبح شيء لا يطاق الحقيقه. أصبح شيء ما ينفعش يتسكت عليه، يعني حتى الناس اللي حواليك. البلاهة اللي ظهرت في خطابك النهاردة بتقول إن لا، إنك مش داري بأي حاجة، أو إنك داري وإن أنت إنسان خاين زي ما قلت، يعني بعيد عن الوطنية وبعيد عن اهتمامات الشعب المصري.